اهلا بحضراتكم من جديد. بنودع عام 2022 ونستقبل 2023. كل سنه وكل مشاهدينا بخير وصحه ومحبه وسلام. طبعا في الوقت ده من السنه يعني كتير من الناس بيكون عندهم اهتمام بمساله الابراج والتنبؤات والتوقعات للعام الجديد. مدى تاثير ده على صحتنا النفسيه، على قراراتنا انها تكون قرارات سليمه، هنتكلم يعني اكتر بشيء من التفصيل مع دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه والمشاهدين بخير. الى اي مدى مساله انه اكيد حضرتك متابع يعني على السنه الجديده، يعني بتظهر بقى التوقعات الخاصه بكل برج والناس بتبتدي تشوف البرج بيقول لي ايه في السنه الجديده، هل ده ممكن يأثر على صحتي النفسية أو على يعني مدى صحة قراراتي خلال السنة؟ طبعا ده هيأثر بشكل كبير، خصوصا أنه في ناس زي ما حضرتك قلتي كده بتصدق جدا في موضوع الأبراج وبتتفائل وبتتشائم وبتبني حياتها بناء على المستقبل بتاعها أو الطالع بتاعها بيقولوا إيه وده جزء سلبي جدا في الموضوع، لأنه لو الطالع بتاعه قال له أنه أنت السنة دي هتخسر فهو مش هيخش أي مشروع السنة دي ومش هيعمل أي حاجة ويفضل قاعد في البيت بناء على المكتوب. حتى لو قرر أنه يدخل مشروع هو هيخسره، لأنه هو سيستم عقله الباطن على الخسارة. يعني هو خلاص بما أنه عرف أنه هو خسران فعقله الباطن بقى بيترجم أي موقف يخشه أنه هو هيخسر السنة دي. ففعلا بيخسر، بيعمل كل الأخطاء اللي تخليه يخسر. ولو البرج بتاعه قال له أنت هتكسب فبيعمل كل حاجة عشان يكسب، ففعلا بيكسب، فيأكد لنفسه فكرة أن البرج بيقول كلام إيه حقيقي. الحقيقة مش البرج بيقول كلام حقيقي، ولكن أنا اللي خدت انطباع من الكلام اللي اتقال على البرج وبقى بيأثر فيا بشكل كبير جدا. ده جزء من ليه علاقة بمعرفة الغيب. وطبعا يعني لو هتسأليني هقول لك أنه المفروض علم الغيب ده عند ربنا بس، فما فيش حاجة اسمها الطالع بتاعي والسنة الجاية يحصل إيه والكوارث اللي هتواجه العالم السنة الجاية إيه. طب أنا هقول ربنا لك بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أكيد أكيد بكل تأكيد، بس هي مسألة أنه الناس عندها خوف كبير من المستقبل طول الوقت، كلنا بدرجة مختلفة عندنا الخوف ده، فبنروح، أنا مش بروح بس أنا بقيت أشوف أنه الناس بتروح تشوف الطالع، بقت حاجة منتشرة شوية الأيام الأخيرة بطريقة تخض الصراحة. مش بس أنا بشوف برجي في الأبليكيشن بيقول إيه ولا في الجورنال بيقول إيه، لا ده أنا بروح لعرافات ودجالين يشوفوا الطالع. طيب هو ده طبعا بيروج للسينما الأمريكية وبعض الأفلام في السينما المصرية أنه دي حاجة ليها معنى وليها تأثير، ولكن في الحقيقة ده طبعا كلام فارغ. هو لما بيروح بيشوف الطالع هو في الآخر الطالع ده أكيد 100% مش حقيقي، وحتى لو صدف، عشان كده بيقولوا كذب المنجمون ولو صدفوا، حتى لو صدف انه طلع حقيقي فدي صدفه بحته ولكن مش مقصود بها اي حاجه تانية. ده بالنسبه لفكره ان احنا نروح نشوف الطالع، ده غيب، والغيب علمه عند ربنا، ولو جت مره صدفه مع حد فهي مش معناها ان كل مره هتيجي، ولكن ده انا عقلي الباطن هو اللي بيوجهني ان انا اخسر لانه هو قال هتخسر. زي مثلا انت مخطوبه ورحتي للعرافه وقالت لك انت السنه دي هتسيبي خطيبك، انت بقى مزروع في عقلك الباطن بعد الجمله دي ان انت هتسيبي خطيبك، فهتعملي كل حاجه في يعني السنه دي. يعني الانسان عقله بينساق ورا الفكره دي نفسها، عقله الباطن بالظبط كده، هتعملي كل حاجه في السنه دي عشان تطفشي خطيبك وتقولي شفت ما البرج قال ان انا فعلا هسيب خطيبي، انا سبته، يبقى البرج الكلام بتاعه ايه؟ طب معلش كلام صادق. نقف نفهم الناس الفرق ما بين عقل الباطن وعقل الواعي واي فيهم اللي بيحرك. طيب هو العقل الواعي ده اللي هو اللي انا بكلمك بيه دلوقتي، اللي هو الجزء اللي بنسميه تلت الهرم. فرويد لما اتكلم عن العقل الواعي والعقل الباطن قال انه هو زي الايسبرج اللي هو الجبل الجليدي، الجبل الجليدي تبقى قمته باينه والقاع بتاعه مش باين، القمه بتاعته بتمثل تلت بس والقاع بيمثل التلتين. فالعقل الباطن ده اللي فيه الذكريات وفيه كل التفاصيل اللي عدت علينا في حياتنا اللي ما سابتش اثر في العقل الواعي. والعقل الباطن بيحركنا في اوقات كتيره جدا، تمام، غصب عننا، احنا ما بنشوفوش ولكن بنحس باثره. ازاي؟ زي بالظبط كده لما بنقول قصه فيلم تايتانيك، السفينه خبطت في الجبل الجليد، هو فعليا هم شافوا قمه الجبل وتفادوها لكن ما شافوش قاع الجبل، بس حسوا بايه؟ بالاثر بتاع الخبطه، وده اللي احنا بنحسه. تصرفاتنا مع كل تنبؤ وتوقع بنسمعه بيدخل في عقلنا الباطن، ونحس اثر عقلنا الباطن في التصرفات اللي بتحصل. فانا خسر نفسي خطيبي لان هي قالت لي خسري او انت هتخسري خطيبك السنه دي، فهلاقي نفسي بعمل تصرفات تطفشه واقول فعلا ده ايه، ده حصل وده حقيقي. الحاجة التانية الأبراج بتتكلم في حتة مهمة قوي اللي هو سمات الشخصية. أيوة. يقولك إنه دول مولودين، أنا ببص على البرج ألاقي الشخصية دي بتاعتي، الكلام ده يناسبني جدا. دي حاجة مشهورة قوي، أصدق بقى. دي حاجة مشهورة قوي عندنا في الطب النفسي اسمها برنوم إفكت. برنوم ده كان أو تأثير برنوم ده كان ساحر
في القرن الكام 19. وبارنوم كان ساحر في امريكا، كان بيقول انه بيعرف الغيب وحاجات زي كده، واشتهر قوي في الحكايه دي. ازاي؟ بان هو كان بيقول للناس كلام فضفاض جدا. فكان يقول مثلا لحد انت هتقابل حد هتعجب بيه السنه دي. فطبيعي هيقابل حد هيعجب بيه. فالكلام هتقابل حب حياتك. الكلام عام جدا. يقول له انت السنه دي هتخسر، ممكن تسقط في امتحان، ممكن تسقط في شغلانه، ممكن تخسر فلوس. طبيعي في سنه لازم هيبقى في خساره، فالناس تاخد الكلام وتطبقه على حياتها. أعتقد فيحصل كده. هي صفات ممكن يعني ايه تنفع للاغلبيه، لكن مش كدا. ما تخصش حد بالظبط كده. جاء بعدي علم النفس. احنا هنتكلم بالتفصيل، لكن خلينا نكمل يعني بعد الفاصل نتكلم الكلام عن توافق ما بين الابراج والسمات الشخصيه. هنكمل مع حضراتكم بعد الفاصل مع دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي. بعد الفاصل نكمل كلام. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حديثنا مع دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي. ويمكن قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن توافق السمات الشخصيه مع مساله الابراج، واني ابتدي اشوف برجي بيقول ايه واصدق، ولما الاقي الموضوع كم حاجه فيهم ينطبق عليا ده بيديني مصداقيه للكلام اللي بيتقال، وبيخليني منتظره بقى ايه اللي هيحصل. طب الشهر الجاي برجي بيقول ايه؟ وكنت بتكلم معاك يعني في الفاصل انه ده بيخليني انساق ورا الكلام ده بشكل كبير. ايوه، ما زي ما قلنا قبل الفاصل ان ده بنسميه بارنوم افكت، ودي حاجه مشهوره في الطب النفسي. او فورير افكت. زي ما قلنا بارنوم ده كان واحد بيقول انه يعرف الغيب في القرن 19، لكن فورير ده كان عالم نفسي عمل تجربه مع الطلبه بتوعه وكتب النتيجه بتاعتها سنه 1949. التجربه كان انه هو اداهم كل واحد ورقه بتوصفه، بيقول انا هدي كل واحد ورقه توصف سمات الشخصيه بتاعته، وبعد ما وزع عليهم الورق قال لهم اللي اتفقت الورقه مع سمات الشخصيه بتاعته يرفع ايده. قاموا كلهم رفعوا ايديهم. فكلهم استغربوا انه هو ازاي عرفهم كلهم كده. فلم الورق منهم وقرا لهم ورقه ورقه، فطبعا اندهشوا انه الورق كله فيه نفس الكلام. هي الفكره كلها انه هو الكلام فضفاض جدا ينفع لكل الناس. زي كده لما اقول لك انت هتكسبي فلوس السنه دي، ما طبيعي هتكسبي فلوس، ما انت بتشتغلي فلازم هتكسبي فلوس. اي حد هقول له نفس الجمله هيكسب فلوس فعلا. او اقول لك مثلا لما اقول على برج مايل برج ده هوائي، ده معناه ان كل مواليد البرج ده هوائيين وما بيعرفوش ياخدوا قرارات؟ لا طبعا، لا طبعا، ده مش حقيقي. في حد بقى قال انه الكلام ده ليه علاقه بفعلا الميلاد، اتولد في فصل في عالم مثلا قلبه يعني رحيم شويه. في عالم نفسي امريكي عمل دراسه على 300 فرد بيشتغلوا سياسيين وشخصيات مشاهير، ولقى انه الناس الناجحين فيهم فعلا واللي سمات شخصياتهم بتتفق مع بعض مولودين في اشهر متقاربه فعلا، تمام. بس دي الدراسه الوحيده اللي فيها مصداقيه. وقال انه هيحاول يعمل دراسات تانية عشان يثبت ده. لكن الموضوع طبعا ممكن يبقى فيه ناس، اصل خدي بالك تجربه العالم فورير بتقول ايه؟ بتقول انه احنا كلنا عندنا صفات مشتركه، ولكن كل واحد صفات مميزه اكتر من التاني في حته واقل من التاني في حته. فلما اقول لك انت طيبه، ما انت فيك جزء طيب فعلا. ممكن يكون الموضوع متعلق يا دكتور بالنشأة، بالتربيه، بجينات. تاني عايز افهمك بس هو الموضوع فضفاض ازاي. لما اقول لك انت طيبه ففعلا فيك جزء طيب، لما اقول لك انت شريره انت فعلا فيك جزء شرير، لما اقول لك انت عصبيه ما فعلا فيك جزء عصبي، لما اقول لك انت هاديه ما فعلا فيك جزء هادي. فالكلام كله هينطبق على كل الناس، بس انت مثلا عصبيه اكتر من هاديه. ف يعني ده بيفرق بقى من حد لحد. كان في تجربه برضو اتعملت، اتكتب عنها في الاديب البريطاني جونسون، كتب عنها في كتاب اسمه العادات السيئه. انه واحد من اللي بيدعوا ان هم بيعلموا الغيب كان قاعد في وسط ناس وتواصل روحيا مع الاخرين، وبعدين قال لهم انا سامع صوت حد بيبدا، طبعا هو قايل قبل ما يدخل المكان ان هو هيمثل ده. انا سامع صوت بيكلمني والصوت ده اسمي بيبدا بحرف السين. فقامت واحده قالت انا زوجي اسمه سام وتوفى من سنتين واحنا مفتقدينه جدا. فرد عليها وقال لها وسام مفتقدك جدا هو كمان. وهي صدقت ان هو قال اي حرف والموضوع مشي. فمش معنى انه هي مره صدفت او ان احنا عندنا صفات مشتركه يبقى كده فعلا. لكن فعليا بقى احنا عندنا اصلا في الطب النفسي 12 نوع شخصيه بس،
كل البشر 12 نوع شخصية وبيتكرروا. وعلى فكرة الشخصيات السوية هي شخصية بتغلب عليها انها يبقى عندها اكتر من حتة، يعني يبقى عنده حتة وسواسية وحتة هستيرية وحتة نرجسية. ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع الناس، مش شرط بقى يتوافق. بس مثلا لو البرج مولود فيه مليون واحد هتلاقي منهم 50,000 على الاقل عندهم نفس الحكايه، لان احنا اصلا الشخصيات كلها 12 شخصيه. فهتلاقي في بعض الناس فعلا بتتوافق معاها ومولودين في نفس الشهر. ليه؟ عشان احنا كل سمات الشخصيه الموجوده 12، والطبيعي بيبقى عنده حته من ده وحته من ده وحته من ده، ولو عنده حاجه واحده بتبقى مرضيه، يعني نقدر نقول ان ده عنده اضطراب الشخصيه الهستيريه، ده هنا مريض لازم يروح يتعالج. لكن لو عنده جزء هستيري وجزء نرجسي فهو مش مريض، عنده جزء وسواسي وجزء فصامي فهو مش مريض. معايا؟ طيب، مساله انه في حاجات وخرافات دلوقتي عرفنا انها خرافات، كنا زمان نخاف من القطه السوداء، رقم 13، رقم نحس، بعض الخرافات والعيون الزرقاء والكلام ده الناس لسه بتعتقد فيها، هل ده ليه علاقه بحاجه نفسيه ما عند الشخصيات دي؟ خلينا نتفق انه الاشخاص دول مشهور قوي انه الشخصيه بتاعتهم اسمها سكيزوتايبال بيرسوناليتي، اللي هي الشخصيه فصاميه النوع. شخصيه فصاميه النوع دي اشخاص بيؤمنوا بالسحر وبيؤمنوا بتاثير القطه السوداء وتاثير الاشخاص على الاخرين وتاثير الجن والعفاريت في حياتنا، ودايما بيؤمنوا انه كل حاجه متعلقه بقوه عظمى وهم ما لهمش دخل في اي حاجه بتحصل في حياتهم، يعني في قوه اخرى بتتحكم، قوه سحر، قوه خير، قوه شر، المهم انه مش انا اللي متحكم في حياتي، فانت لو بصيتي لي وسقطت يبقى السبب في سقوطي هو بصيتك ليا مش ان انا ما ذاكرتش. فدول نوعيه من الناس مشهوره قوي، وده اضطراب في الشخصيه، وهم دول اللي بيصدقوا بالطريقه دي. وخدي بالك انه اللاوعي الجمعي بتاع البشر دايما بيحاول يرجع اي حاجه تحصل لقوه عظمى اخرى، يعني مثلا زي ما بيقولوا كده طول الوقت انه المرض النفسي ده مس او سحر او حسد، هما بيقولوا كده عشان دايما عايزين ما يبقاش المشكله فيهم هما، مش هما اللي مرضى، ولكن ده غصب عني، ده في قوه اخرى هي اللي بتتحكم فيا وهي اللي عملت فيا كده، لان لو انا مريض يبقى انا مش هتجوز، يبقى انا موصوم بالمرض، يبقى انا محدش هيشغلني وهكذا. طيب، متابعه الابراج ممكن يتحول لادمان بالنسبه لشخصياتنا؟ يعني ممكن حد الموضوع ده يسيطر على حياته بشكل كبير؟ طبعا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب للضد زي ما بنقول، فممكن اي عاده شخص بيعملها يوميا تتحول بعد شويه لادمان، خصوصا انه بيكتشف انه ده في مره جات معاه فعلا، فيبقى تاني يوم عايز يتاكد هو الموضوع بجد ولا لا، ويفضل بيجري وراء السراب ده. يعني ناس كتيره بتنخدع وبتجري ورا سراب في حياتها بشكل عام، فبنفس الطريقه هو بيجري ورا سراب لان هو ادمن الفكره، الفكره نفسها دخلت في دماغه، وهو غالبا هيكون شخصيه زي ما بنقول سكيزوتايبل اللي هي فصاميه النوع، اللي هي بتصدق قوي في الحكايه دي ولا شخصيه قلوقه مثلا زياده عن اللزوم، فدايما طول الوقت خايف عايز يعرف اللي جاي. على فكره الشخصيات القلوقه هتشتغل اكتر ما هتقعد تقلق من المستقبل. قلقنا من المستقبل ما بيغيرش المستقبل، ولكن احنا الناس اللي بيقعدوا يدوروا على المستقبل ويفكروا فيه دول سكيزوتايبل، دول ما بيحققوش اي انجاز فعلي، لكن الناس القلقه الاوبسيسيف بيشتغلوا. في قلق ولكن القلق بيخليهم يشتغلوا. ازاي نواجه القلق من الحياه والخوف من المستقبل واحنا خلينا متفقين كلنا بدرجات متفاوته عندنا حته الخوف من بكره ده، واحنا داخلين سنه جديده الناس بقى كل واحد وانا بشوف ده شيء ايجابي على فكره، اني قاعد اشوف عملت ايه السنه اللي فاتت، حققت ايه، حققت يعني منه نسبه قد ايه، المفروض اعمل ايه السنه الجايه، يبقى عندي كده اجنده بالقرارات اللي المفروض اعملها في السنه الجديده. لكن وانا بعمل كل ده وانا بحاول اكون شخصيه ايجابيه وعندي روح تفاؤليه للسنه الجديده، بيبقى عندنا حته كده خوف من المستقبل، المفروض اواجهها ازاي؟ طيب، هو احنا الخوف من المستقبل ده حاجه طبيعيه زي ما حضرتك قلتي، ولكن هو القلق بشكل عام او الخوف يبقى حاجتين، يا قلق مرضي اللي هو مبالغ فيه، قلق يعجز الشخص، او قلق بدرجه بسيطه يخلي الشخص يشتغل اكتر. على حسب، لو القلق مرضي يعجز الشخص يبقى محفز ليه يعني؟ ما ساعات القلق زي ما بقول لك بيبقى محفز، او قلق بدرجه كبيره يبقى قلق مرضي يعجز الشخص. لا، مش وسواس قهري، يعجز الشخص. زي ايه؟ زي واحد عنده امتحان وهو قلقان جدا من الامتحان بتاع بكره، من كتر القلق قعد يرجع وما راحش الامتحان اصلا، تجنب الامتحان. هنا القلق اتحول من فير عادي لانكزايتي، والانكزايتي اتحولت لفوبيا لدرجه انه حصل افويدنس، كلمه فوبيا او رهاب تعني تجنب الموقف اصلا. فلو القلق زاد وتحول لفوبيا اللي هي بتخليني اتجنب المواقف، هنا في مشكله. لكن لو القلق عادي في الدرجه الطبيعيه فهو بيحفزني ان انا ابذل مجهود اكتر واشتغل اكتر. فعلى حسب شخصيه الفرد بقى، في اشخاص بتكون عندها القدره على انه تنتج مع القلق، فتلاقي انه مذاكرته يوم الامتحان زادت بشكل كبير لانه هنا بقى في قلق.
حتى في الماتشات تلاقي اللعيبه في اخر 10 دقائق جابوا جون عشان هم شدوا حيلهم في اخر 10 دقائق في الماتش عشان القلق ان الماتش ايه هيخلص. هي الفكره دي طول الوقت موجوده، وفي قلق بقى يعجز، تلاقي في لعيبه في نهايه الماتش مش عارفين يكتبوا حاجه، مش عارفين يجيبوا جون، او طلبه في نهايه الامتحان مش عارفين يكتبوا حاجه، خلاص الورقه موجوده قدامهم وهو الافكار كلها ضربه في بعضها فمش عارف يكتب اجابه سؤال. طيب يا دكتور، رساله منك للاسر المصريه، للاطفال المصريه واحنا داخلين سنه جديده، يعني اي روح المفروض نتحلى بيها واحنا في سنه داخلين على سنه تبدو انها مش سنه سهله برضه؟ حلو، مستقبلنا بإيد ربنا في الأول وبعدين بإيدنا في الآخر. يعني اللي هتعمله هتلاقيه، فسيبك من حكاية الأبراج وسيبك من القصص الوهمية وإنك تجري ورا سراب، وركز في إنك تبذل المجهود المناسب. ربنا بيقول كده إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ده وعد ربنا لينا. اشتغل بجد هتلاقي نفسك بتكسب وبتنجح وكل حاجة أنت عايزها بتحصل. تكاسل واتكل على حكاية الأبراج أو على أي حاجة تانية هتفشل كالعادة، ودي حجة الفشل أغلب الوقت. إنه البرج بيقول لي إنه أنا السنة دي مش، ده مش حظي، السنة دي مش بتاعتي. طيب حك، طيب شايف برضو انا كنت بكلم انه عندنا الخمس سنين اللي فاتوا انا حاسه ان في صحوه في مساله الاهتمام بالصحه النفسيه، وده شيء مهم جدا واحنا داخلين على سنه جديده. فعلا هو في صحوه بسبب البرامج اللي انتوا بتقدموها الفتره اللي فاتت، وانه بقى في توعيه بشكل كبير والناس بدات تهتم بالموضوع، لان هم بداوا يلاحظوا انه في تغيير حقيقي بيحصل لما الشخص بيكتشف انه مريض نفسي ويروح لدكتور، فبيتغير بجد على مستويات كتيره جدا. وخدي بالك انه العالم كله كان عنده نفس الاستجما دي، فكره انه المرض النفسي حاجه سيئه وكلنا مش عايزين نروح لدكاتره نفسيين، دي استجما موجوده في العالم كله مش مصر بس، وكل العالم بيواجهها، فاحنا بنواجهها زي ما كل العالم بيواجهها، ولما بنواجهها فعلا بنكتشف ان احنا عندنا مشكلات في شخصياتنا وان احنا محتاجين نغيرها. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد حمود استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك بخير. شكرا لحضرتك وللساده المشاهدين، ان شاء الله تكون سنه خير ومحبه، ونتفائل جميعا بسنه تكون حلوه علينا كلنا. كل سنه وحضراتكم دايما بخير، وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم دايما بخير.